ان شاء الله وضعها تمام كلها، لكن انا اللي ممكن الله اعلم بس مختلف علي السياره لانها سرندل وممكن هي وضعها طبيعي. احس انه في ممكن ضعف في الاستجابه. راح افصل حساس الدعسه وراح اسوي لها تنظيف عن طريق اللي هو حق الالكترونيات ونشوف بعد، لانه اغلب السيارة دائما تفقد الدعسه حقت استجابتها عن طريق الدعسه. لا راح اكمل تركيب الترومبه بشكل كامل، بعدين ارجع هنا انفخ او اسوي تنظيف للدعسه. طبعا برضه بشيك على البوابة حقت الليزيرا 2012، طبعا راح افك القفيز اللي هنا والقفيز اللي هنا الثاني هذا، ونشوف الشيء نتأكد من الخارج هل تحتاج تنظيف ولا لا. طبعا هو يقول نظفها بس بنتأكد، لكن ما شاء الله انا جربت السيارة ما شاء الله عزمها عالي العال. طبعا نظيف البوابة ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو لاغي لي الهواء او الليات التسخين، هذا يعتبر حق الحار عشان تعطي تسخين للثروتل، بس ما ضر. طبعا احنا ما احتاجه، احنا جوانا هنا السعوديه ممكن ما يحتاجه، فهو اتوقع انه الغى الليات اللي تجي من الثلاجه حقت او المويه راديتر المحرك على البوابه. طبعا هنا عندي الدعسه بحاول افكها واسوي لها تنظيف. طيب في مسمار فوق هنا راح افكه رقم 10 او 12، وبحاول اسوي تنظيف بخاخات عن طريق الكترونيات للحساس حق الدعسة ونشوف، لان هذا دائما تكون برضو فيها اغلب السيارات تكون فيها عليها ترسبات وزيوت ويكون احيانا تفقد شوي نوع من الدعسة، فراح انظفها. طبعا هذا حساس الدعسة فكيته، طبعا 4 مسامير او 5 مسامير صغيرة نجمة، بدل ما فك الدعسة كاملة فكيت المسامير حق الحساس. الآن راح برش عليها تنظيف بخاخ، أيضا برضو راح أرش جوا بالحساس الكترونيات، عفوا أنا قصدي بنظف الكترونيات، لأنه مع الكلجة والتكليجة والتعب صار نشطح. طبعا هذا البخاخ طبعا غسلنا، الآن رشينا هذا الحساس، رشينا الشريحة الداخلية ومجرى الفيش. الآن بعد التنظيف راح نركب حساس الدعسة. طبعا ركبنا الحساس، ركبنا الخمسة المسامير، ركبنا الفيشة. الآن راح نركب اللون سلك البطارية السالب ونشغل نشوف.